السلام عليكم. في الفيديو اللي فات عملنا الحاجات دي كده كلها تمام، وكنا عاملين اخر حاجه السلايدر دوت، وقلنا في الفيديو اللي جاي هنظبط المنتجات كلها باسعارها باسمها الصح تمام. قلنا كمان هنعمل الحاجات دي بالجافا سكريبت، فهاجي هنا في فايل الجافا سكريبت، هعمل جواه كده هعمل فايل جديد واسميه جيسون، اسميه ايتمز دوت جيسون. حلو حلو. المنتجات دي تفتح كده براكتس عادية، بعد كده كيرل براكتس، أول حاجة الأي دي تمام وليكن زيرو، بعد كده بتعمل فاصلة أو كومة، تكتب مثلا النيم تمام، وهكذا. أنا كده كده المنتجات دي كلها آخرها هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو تمام. الفايل دوت أو التكست ده كوبي أهو، دي كده المنتجات بتاعتنا كلها، سيبه لك في الوصف بتاع الفيديو على طول، تقدر تحمله على طول منه الفايل دوت تمام. نرجع تاني للاندكس، هنمسح بقى كل الحاجات اللي جوه البرودكتس ديت تمام. شايف البرودكتس دي جواها حاجات، هنمسحهم كلهم، هنسيب واحدة بس، اخر واحدة هنسيبها تمام، اللي هي دي هنسيبها. بص اهي الشكل اللي انت شايفه دوت. طيب هحتاج ان انا اعملهم بالجافا سكريبت زي ما قلنا، هنيجي في الفايل بتاع الجافا سكريبت ونعمل نيو فايل ونسميه يا سيدي items home تمام دوت جي اس. حلو حلو قوي. تعالى كده نربط الفايل بتاعنا دوت الاول عشان نسينا نربطه، نقول له هنا سكريبت سيرس gs items home.js، هقول له هنا تعمل لي fetch تمام، هقول له gs، هتخش جوه فايل ال gs هتلاقي جواه فايل اسمه items.json. بعد كده هنا هقول له zin response response.json. حلو قوي. بعد كده هقول له زين رجع لي الداتا. تمام تمام. تعالى كده نطبع الداتا بتاعتنا دي، console.log data تمام. نخش على الكونسول تمام، اهي جايبه الداتا كلها. حلو، دي الايتمات بتاعتي، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. هاجي هنا هشيل بقى الكونسول دوت لوج دي مش عايزينها، وبعد كده عاوز ان انا استدعي اللي هو الديف دوت الاب بتاع المنتجات اللي هو البرودكتس تمام. فممكن نديله اي دي مثلا وهقول له ايتمز سيل، وممكن في الاول نحط مثلا سويبر سويبر ايتم سيل. وهاجي هنا هقول له كونست هيساوي دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، ونحط الاي دي ده تمام تمام كده. فاضل اللي احنا بقى ايه، نضيف الايتمات بتاعتنا تمام. هعمل فور اتش على الداتا ديت، هقول له داتا دوت فور اتش، تعالى نمسح الاري دي كله، هقول له هترجع لي من الداتا ديت ايه برودكت. طبعا انا هنا السويبر ديت بتاعت السيل تمام، فانا هحتاج المنتجات اللي فيها ايه خصومات بس. طبعا هنا في الفايل بتاع الجيسون في حاجات فيها اولد برايس كده، في حاجات تحت شبه كده ما فيهاش اولد برايس تمام. فهقول له هنا اف برودكت دوت اولد برايس، ده البرودكت اللي جاي من الداتا، لو الاولد برايس دوت دوت اولد برايس تمام، لو بيساوي ترو كده معناها لو بيساوي ترو هتعمل لي ايه، هناخد دوت كده كوبي وهنقول له سويبر سيل ايتمز دوت انر اتش تي ام ال، هتعمل لي ايه، هتضيف لي الحاجات دي في الاتش تي ام ال. طيب تعالى نرجع للاندكس تاني، ناخد اللي هو الديف البرودكت دوت كوبي، او ناخده كوبي ونمسحه خالص مش عايزينه، كنترول اكس
ونحطه هنا. تمام. اول حاجة هنا عندي الايمج، الصورة ديت هشيل كده اللي جوه السيرش دوت، وهعمل علامة الدولار ساينس ديت وكل براكتس تمام، وهقول له برودكت دوت ايمج اللي هو الصورة ديت، ده السيرش بتاعنا. تمام. تعال نبص كده، بص في ال HTML، بص كده الصورة اتغيرت بس بقيت التكست زي ما هو. الصورة اهي تمام زي ما انت شايف. نفس الحكاية في الايمج هافر، هاخد ده كده كوبي على طول، وفي الايمج هافر هنا وهقول له برودكت دوت، ممكن ناخد الايمج هافر كده على طول، مش هحطها مكان الايمج. تمام بص كده تظهر الصورة بتاعته، الصورة بتاعته، الصورة بتاعته. تعالى برضو في الاسم المنتج نفس الفكرة، واقول له هنا دوت نيم. تمام الاسم اتغير اهو، هما كلهم تقريبا نفس الاسم، انا ما غيرتش الاسم بصراحة، انت بقى ممكن تغيره انت. فاضل ايه تاني؟ فاضل البرايس هنا، فهقول له دوت برايس. تمام كل منتج اهو بقى ليه سعر تاني. طبعا هنا انا عايز اضيف علامة الدولار، فهاجي هنا قبل علامة الدولار ديت واعمل علامة دولار كمان. تمام. نفس الحكاية في الأولد برايس، بص شيل الرقم بس وسيب علامة الدولار ديت اللي احنا عايزينها برضو، وهنغير دي للأولد برايس السعر القديم اهو بتاع كل حاجة. كده احنا غيرنا المنتجات كلها، فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نظبط نسبة الخصم ديت. طيب دي نعملها ازاي؟ احنا عندنا السعر القديم والسعر الجديد، هاجي فوق هنا كده فوق الحتة ديت وهقول له كونست مثلا بيرسنت ديسكاونت، وهقول له ماس دوت فلور. تمام دي عشان خاطر لو في ارقام عشرية بعد الحسبة وكده بتقربها الرقم صحيح يعني. وهقول له برودكت دوت اولد برايس ناقص برودكت دوت برايس. تمام هحط دول كده في قوس. حلو. وهقول له على برودكت دوت اولد برايس في 100. تمام. وهاجي هنا بدل كلمة 10 ديت، بدل رقم 10 شيل واحط علامة الدولار بتاعتنا كل براكتس، واحط اللي هو دوت هنا. تعالى يعني كده نبص زي الفل، الارقام اهي، ارقام نسبة السير وكل حاجة تمام، 10 على 10، 100 100 شباب، 100 100. كده ان شاء الله خلصنا الفيديو دوت. في الفيديو الجاي هنضيف اللي هو المنتجات للكارت، يعني لما ندوس على المنتج دوت يتضاف في الكارت هنا. تمام وهنشيل طبعا الحاجات ديت شبه هنا كده، بص نضيف كده نضيف للكارت اهو. تعال نضيف واحد كمان هيضيف ونحذفهم برضو. لايك للفيديو واشوفه في الفيديو الجاي ان شاء الله.